فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح من القصاصين؟ وهل الإكثار من القصص الواقعية هي طريقة مشروعة في الدين؟ يكفينا الكتاب والسنة، وإذا جاء بقصص صحيح يشهد له معنى الآية أو معنى الحديث فبها ونعمت. أما يكون شغلنا القصص دائما، فالسلف حذروا من القصاصين، حذروا من القصاصين لأنه يغلب عليهم الكذب، ويغلب عليهم لأجل أن يؤثروا على الناس، فيأتون بأشياء يؤثرون بها على الناس وإن لم تكن صحيحة، يقولون قصدنا ترقيق القلوب، قصدنا لا، ما يصلح هذا. الله قص علينا في القرآن، قص علينا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وإذا حدثت قصة تشبه ما جاء في القرآن أو في السنة يؤتى بها. نعم.